اهلا بكم في نشرة اخبار السادسة مساء من قناة النادي الاهلي. والى العناوين: الاهلي ينتفض ضد الفساد التحكيمي ويشكو جسام رسميا. بعثة فريق الكرة تصل القاهرة الليلة. وأيوب يقود الأهلي أمام تليفونات بني سويف. مجددا والى التفاصيل. تعود بعثة الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي في 7:30 من مساء اليوم الاحد من المغرب عقب خوض الفريق مباراة الوداد امس في اياب نهائي دوري ابطال افريقيا. وقرر الجهاز الفني للفريق بقيادة حسام البدري اغلاق ملف المباراة وتوجيه الشكر للاعبين عقب اللقاء، خاصة وانهم بذلوا مجهودا كبيرا طوال مشوار البطولة وواجهوا ظروفا صعبة من غيابات للإيقاف أو للإصابات. توجه حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى كندا صباح اليوم الأحد للاطمئنان على ابنته والتي تعرضت لحادث قبل مباراتي النهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا. وسافر البدري مباشرة من المغرب إلى كندا بعدما قام سمير عدلي مدير العلاقات الخارجية بالنادي بإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بسفره. يقود أحمد أيوب المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الفريق فنيا في مباراة تليفونات بني سويف المقبل في كأس مصر بسبب سفر حسام البدري إلى كندا. ومن المقرر أن يقود أيوب غدا تدريبات الفريق عقب العودة من المغرب مساء اليوم استعدادا لمباراة بني سويف يوم الجمعة المقبل في دور 32 لكأس مصر. المهندس محمود طاهر رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي اعتزام الأهلي التقدم بشكوى رسمية للكاف ضد الحكم بكاري جاسما والذي أدار نهائي دوري الأبطال الأفريقي في كازابلانكا بين الأهلي والوداد المغربي. وقال طاهر أن النادي يملك أكثر من دافع لتقديم الشكوى بسبب الأخطاء الجسيمة والواضحة التي ارتكبها حكم المباراة سواء بقرارات خاطئة أو تعمد عدم احتساب الوقت الضائع بعدما امتلأ الملعب بدخان حجب الرؤية فتوقفت المباراة بضع دقائق ولم يضفها الحكم للوقت الضائع إلى جانب عدم اكتراثه بهذا الدخان والذي ملأ أرجاء الملعب وعدم الالتفات لشكوى لاعبي الأهلي من ذلك. قال حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن الأهلي كان الأفضل والأخطر من الوداد المغربي في إياب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، مشيرا إلى أن التحكيم هو من حدد اتجاه اللقب الأفريقي. وأكد البدري أن فريق الوداد توج باللقب الأفريقي ليس بالمستوى الفني، مضيفا أن الهدف الذي سجله الفريق المغربي من تسلل واضح
وأيضا الحكم حرم الأهلي من ركلتي جزاء، وأشار البدري إلى أن الأهلي أمامه مستقبل كبير، وأن نتيجة أي مباراة حتى ولو كانت نهائية لن تؤثر على مسيرة الفريق ورغبته في الفوز بكل البطولات والتي يشارك بها. حسام البدري ينضم غدا سداسي النادي الأهلي إلى معسكر المنتخب الوطني الذي ينطلق باستاد القاهرة استعدادا لمواجهة غانا في الجولة السادسة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا، والذي تأهل لها الفراعنة رسميا بعد غياب 28 عام. واختار الأرجنتيني هكتور كوبر 6 لاعبين من الأهلي في قائمة المنتخب استعدادا لمواجهة غانا، وهم شريف إكرامي، أحمد فتحي، رامي ربيعة، سعد سمير، مؤمن زكريا، وعبد الله السعيد. يستأنف الفريق الأول لكرة القدم رجال بنادي الأهلي تدريباته في 14 غد الاثنين استعدادا لمواجهة فريق تليفونات بني سويف والمقرر لها مساء الجمعة في كاس مصر. وتقرر أن يخوض الفريق نيرانه غدا الاثنين بعد عودة البعثة من المغرب مساء اليوم بعد خسارة لقب نهائي دوري أبطال أفريقيا. ويبدأ الفريق مشواره في كاس مصر بمواجهة تليفونات بني سويف للدفاع عن لقب البطولة والذي توج به بنهاية الموسم الماضي. يخضع شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لأشعة على العضلة الضامة غدا الاثنين عقب انضمامه لمنتخب الوطني. وعانى إكرامي من إصابة في العضلة الضامة قبل انطلاق مباراة الأهلي أمس أمام الوداد المغربي، ولكنه شارك في اللقاء والذي خسره الأهلي بهدف دون مقابل. ومن المقرر أن تظهر الأشعة مدى إصابة اللاعب واستمراره مع المنتخب من عدمه خلال المعسكر المقبل. أشاد محمد صلاح نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي بمستوى فريق الأهلي خلال مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا على الرغم من خسارة اللقب. وكتب محمد صلاح عبر حسابه على تويتر: حظ سعيد لنادي الأهلي، كنتم أبطال وفعلتوا كل شيء لكرة القدم، وحظ موفق في المرة القادمة. فاصل قصير ونعود لمتابعة أخبار المنتخب الوطني. المنتخب الوطني، حيث يخضع محمد عبد الشافي مدافع أهلي يد السعودي لكشف طبي في معسكر المنتخب والذي يستعد لمواجهة غانا يوم 12 نوفمبر الجاري. ويعاني عبد الشافي من إصابة الخشونة في الركبة تعرض لها بعد مباراة مصر والكونغو في الجولة الخامسة لتصفيات كأس العالم.
يحتل القاهرة مساء اليوم الأحد الثلاثي المحترف عمرو جمال لاعب بيدفست الجنوب أفريقي، وأحمد حسن كوكا لاعب سبورتين براغا البرتغالي، وعمرو وردة لاعب أترميتوس اليوناني للانضمام لمعسكر المنتخب الوطني الذي ينطلق غدا الاثنين. ومن المقرر أن تغادر بعثة المنتخب الوطني إلى غانا يوم 10 نوفمبر الجاري لخوض المباراة الأخيرة في التصفيات والمقرر لها 12 نوفمبر. جولات في الملاعب العالمية، حيث دخلت أندية مانشستر يونايتد الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي وريال مدريد الأسباني في منافسة على التعاقد مع النمساوي ديمتري أوبرلان لاعب سالزبورغ النمساوي والمعار لصفوف بازل السويسري. وقالت صحيفة ميرور البريطانية أن أوبرلان قدم مستوى كبير في بطولة دوري أبطال أوروبا ونال إعجاب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد والذي يسعى للحصول على خدماته. وأوضحت الصحيفة أن يوفنتوس سينضم للمنافسة على اللاعب السنغالي الأصل وبدأ في متابعته. أكد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي أن النجم المصري محمد صلاح أثبت أنه صفقة رائعة بعد المستويات الكبيرة والتي يقدمها منذ انضمامه للفريق مطلع الصيف الجاري. وقال كلوب بعد أن سجل صلاح هدفين من رباعية فاز بها الريدز على ويست هام أمس أنه لاعب رائع ويقدم أداء مميز. وأضاف كلوب أنه شاهد صلاح في روما وكان معجب بمستواه ولهذا تعاقد معه، واللاعب أثبت أن انضمامه للفريق كان قرارا صحيحا. اختار ستيفن جيرارد أسطورة نادي ليفربول الإنجليزي أفضل لاعب في صفوف الفريق الحالي للريدز خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن المصري محمد صلاح هو الأفضل. وقال جيرارد في تصريحات نقلها موقع كاليتشيو ميركاتو الإيطالي أن صلاح لم يكن مميز في تشيلسي ولكنه في ليفربول أفضل لاعب في الفريق ونجح في التأقلم مع الدوري الإنجليزي ونال ثقة الجماهير. حقق الهولندي أريان رابن جناح بايرن ميونخ الألماني رقما قياسيا خلال انتصار فريقه بثلاثية مقابل هدف على بوروسيا دورتموند مساء أمس السبت في الجولة 11 من الدوري الألماني. وسجل رابن الهدف الأول للبافاري في الدقيقة 17 حيث رفع عدد أهدافه في البوندسليغا إلى 93 هدف خلال 178 مباراة، وأصبح روبن بهذا الهدف أفضل هداف غير ألماني في تاريخ بايرن مونشن بالبوندسليغا حيث تخطى البرازيلي جيوفاني ألار 92 هدف. يا
يغيب النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي عن منتخب بلاده في لقاء المنتخب الياباني الودي استعدادا لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا بسبب الإصابة. وأشارت صحيفة ليكيب الفرنسية إلى أن نيمار يعاني من إصابة في عضلات الساق تعرض لها خلال التدريبات مع سان جيرمان، ولن يتواجد مع المنتخب في مواجهة اليابان والمقرر لها 10 نوفمبر الجاري في مدينة لال الفرنسية. فاصل قصير نعود إلى متابعة أخبار الأهلي في الصحف والمواقع الإلكترونية. متابعة أخبار الأهلي في الصحف والمواقع الإلكترونية، والبداية من الأهرام. الأهلي يشكو حكم النهائي الأفريقي وطاهر نواجه في كل مباراة فريقا منافسا وحكما ظالما. من الوفد بكاري جسامة حكم مباراة الأهلي والوداد، الملاك يتحول إلى شيطان في 27 يوم. ومن المساء هجوم نهري على الحكم الجامبي جاسامبا والاتحاد الأفريقي وإشادة بالغة باللاعبين وحسام البدري. من المصري اليوم، رئيس الاتحاد الأفريقي اعترف لطاهر بوجود خلل في التحكيم. أما من الشروق فالبدري التحكيم الأفريقي قادر على تغيير نتيجة أي لقاء. من الوطن سبورت، البدري التحكيم حول اتجاه اللقب للوداد وبطل المغرب لم يفوز بسبب مستوى فني. ومن فيتو، سمير عثمان حكم لقاء الأهلي والوداد خاف من الجماهير. في الجول، مجدي عبد الغني أخطاء التحكيم الفجة أثرت في خسارة الأهلي نهائي أفريقيا. ومن يورو سبورت عربية، قبل جسامة أربع حكام تسببوا في ضياع اللقب الأفريقي من الأهلي. أما من يلا كورة فالبدري التحكيم حسم اللقب. إلى هنا تنتهي نشرة أخبار السادسة مساء من قناة النادي الأهلي. دمتم في أمان الله.